ما وصفة الملابي يلقاوها عندك عادة بالتفصيل؟ ما شاء الله عملت لهم فورماسيون فيديو تعليمي ما شاء الله. يعني تبارك الله. شوية بخور كالعادة باش ندفيو به الجو. اليوم قاعدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باش نحضروا شوية ملاوي. قلنا علاش طايف في الملاوي ما تحب تبعثهم المحمد عليه؟ ها علاش ما اخترت ملاوي بالذات باش تبعثهم المحمد؟ انا بطبيعتي هو يحب الملاوي، انا وليت قلت باش نعمل له ملاوي. يا اخي هو يمشي في الشارع غاديكا في فرنسا ويتفك ويشم في ريحه الملاوي، شم يمكن ريحه الكريب، مشى في باله ريحه ملاوي. يا اخي كهو كي جي جارنا ماشي لفرنسا قلت انا باش نبعث له ملاوي. يا اخي هو قال لي، قلت له شو تحب نبعث لك؟ قال لي والله كان تنجم هكا كعيبه ملاوي. قلت له سي هذوك في البروجرام بطبيعتي انا برمجتهم معناها من غير ما تقول. ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وربي يعطيك ما يرزقنا. امين. كان الخير ان شاء الله وديما طيب لنا وربي يفضلك لينا. امين. وانا باش نعمل الباركيت كما تعرفوني انا سبيساليتي باركيت. البنات وليت مشهوره باللي باركيت، هذوما باركيت سندق اللي ديما نقول لكم راهم هذوما احسن نوع نتاع باركيت. دونك توا باش نحضروهم وان شاء الله هذوكم هو شويه باركيت وشويه ملاوي ريحه البلاد. ما خلطتش باش نعمل حاجات اخرين، خاصة انه معناها الراجل اللي يرحم والديه هو معناها باش يهز لنا عنده باجاج ماء كهو، يعني ما نجموش نكثروا عليه اكثر من زوز 3 كيلو كهو. شويه باركيت وشويه ملاوي وشويه حلو كهو. ان شاء الله كل عام حيين خير مع الكونتراكتور نعملوا حاجة ان شاء الله. ان شاء الله البنات ما توكي تمنتج الفيديو توريكم شنو الحاجات اللي هو هزهم معاه باش هكاك تستفيدوا انتوما تاخذوا فكره يعني كيفاش تلموا الباجاج، كي يبدا عندكم حاجه باش تبعثوها كيفاش تعملوا. الحقيقة نحنا معناها تعلمنا هكا دي زاستوس او كنفيدوكم بيهم. انت عاد ما شاء الله يا اخي مش انت ولا عادي يعني عادي تعلمنا كيما تعلموا الناس الكل ونحبوا نبارطاجيو معاكم. انا باش نعمله ولا لا 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 انت البركة والخير الكل. باهي من عندي مساج للبنات. اي بالطبيعة ربي يبارك لكم. امين يا رب. امين. كل واحدة بس لحظة ما قص الصوت خلي يسمعونا بالقدا. ربي يبارك لكم ان شاء الله الناس الكل. سامحوني اللي ما جاوبتش عليكم خاطر بالحق ما شاء الله والله الواحد اللي دخلنا طول الكوجينا يعني خاطر اصلا هو الفيديو هذاك كان باش يكون هو الفيديو هذا، حطيت انا باش نصور عشويه العشيه اللي باش نحضروا فيها القضيات اللي باش نبعثوهم لمحمد خويا. يا اخي معناها جات بطبيعتها وبصراحه ما حبيتش نخليها في قلب ما خاطر بالحق ما فهميش علاش واحد باش يبدا يقول برشا قالوا لي سي ربي يفضلهم وربي يعطيهم على قد قلوبهم يا ربي ويبارك لهم. وحدكم مش نقول لكم، قل هو الله وحد عليكم ما شاء الله خميس عليكم ان شاء الله ربي يبارك لكم الكل وحده وحده كل وحده. كتبت لي كومنتير وحطته في غاديك في القناه ان شاء الله ربي يسعدك وهاو اذان يفتح ان شاء الله ربي يعطيك على قلب قلبك ان شاء الله ربي يعطيك حتى يرضيك يا امين يا ربي. باهي البنات دونك ربي يخليكم ليا وربي يفضلكم وربي يعطيكم الناس الكل محبة الرسول ومحبة الرسول ان شاء الله. ربي يعطيكم صديق وقت الضيق وربي يطيح بينا يا ربي ان شاء الله خير واللي يطيح بينا ما خير منا ان شاء الله ديما ان شاء الله. يا يلا نعيشكم هاكا معانا الاجواء. خلي توا نحط الخلطه بتاعي لهنا عندي قريب اقل شويه مرطل ريغوتا شويه طن هذايا غابي 4 فرماج وهذايا الزيتون باش نزين به فوق كل كعبه وشويه كبار والعظم اني توا تفكرت ما حطيتش العظم اما تسنيم صغيره هذيك صحه باش تخلط فيها راهو باش تقعد محصوره هكا خذ واحده اكبر. باهي باهي البنات توا حطيت أول حاجة حار عظم ومن بعد نجم نزيد وحطيت معاه الكبار شخشختها بالكبار نحبو نحنا الكبار الحق نتاع ربي وباش يجيكم التختوخ جيري أكثر باش نزيدو شوية حليب وإذا كان عندكم كريم فريش أما هو نورمالمون سافا معناها مع الريبوتا والجبن نورمالمون يجيكم باهي التختوخ. شكرا
هذوما البنات كل ما نعملهم الناس كل يعجبوهم. زدت شويه فلفل اكحل هكا هاو، ما تزيدوش ملح على خاطر ديجا كل شيء مالح. هاكا فكره زيد الراس العام، البنات كنت تحبوا تعملوا حاجه هاكا فكرتكم فيهم، تنجموا تعملوه الحشوه ذي في فولوفون والا تعملوه في لي باركيت الصغار، ام سينو راهم ياسر ياسر بنين وفي اي مناسبه يصلحوا بصراحه. الله الله نقولة، الله على نقولة. الله يا نقولة الله. فضلها وربي يبارك لنا فيها وربي يبارك في صحتها، كملت حاضرة الملاوي هذه ما شاء الله كيلو ملاوي عملته. بالنسبة للوصفة والبنة وكل تلقاوها في قناتها بالحق، راهي ملاوي ما بين على الاخر ومورقة وطرية وديما ناجحة. عملت لكم الطريقة مفصلة ان شاء الله. توا هذه ان شاء الله قدرة اللي بعد ما توصل للمحمد سلامات، توا هو غاديك يعاود يحلها ويصوروا اذا كان وصلت شكرية ولا يبست ولا اي ان شاء الله. ان شاء الله لا لاباس لاباس ما شاء الله، حتى من بعد كي تسخنوها كل ترجع خش عليها جديدة يعني. السميد راهو البنات العمدة على السميد ما شاء الله. انا عملت كيلو هذاك كيلو الباكو اللي وريتوكم في قناتي ورده، وهني توا قاعده نعمل في كيلو سميد صبه ان شاء الله باش نسوق منه جارتي اللي راجلها مسافر. نحس فيها معناها السميد هذا خير حتى من سميد ورده. اي لا به السميد الصبه راه يعني الصبه خير. لا به السميد الصبه تري اقرا شكون تشريه. واي والله نصلي على النبي تشرب كيلو بان الله نصلي على النبي. ويظهرلي هذاك اللي انت المرة اللي فاتت عملت به الفيديو ولا اللي قبل؟ اي اي اللي عملت به الفيديو انا صبا. اي اما حتى من غير صبا البنات الحق تعرف بها. هذاك باهي هو الحق، انتم مع السميد العمدة على السميد. اي ما شاء الله. وهذه الكمية اللي طيحت هي لي معناها الخلوط اللي وريتهولكم ما شاء الله وينهم مزيانين الكعبات هذيك الملاوي ما شاء الله. سميد صافي، سميد وملح وميل، لا حطيت فرينه لا حطيت شيء. ومعجون ما شاء الله باليد مش بالعجان. قل هو والله احد.
ليه خاطر بالحق التوا فما ناس مازالت ما تعرفش تعمل الملاوي بالقدا. لا لا المعجون باليد والبنات العمده زاد على العجنات تبداو تسمعوا تحطوا بعد ما تلموا اي سمع الجهد الحق حطوها على الخامه وتبداو والنبي النبي حتى تسمعوا فيها تترشق ترتق ترتق كله بينا كان سمعتوها طق 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 ما شاء الله تحطوها على جنب في شويه على شويه زيت وتخليوها ترتاح وتكعبر وتخليوها ترتاح وتربعوا وتخليوها ترتاح العمده على الراحه ديجا ما شاء الله تجيكم هذوما الكعبات لهنا هما الكعبات وهما يبداو سخان يبداو منفجين على الاخر ومن بعد كي يبردوا يتسيحوا اما يقعدوا ان شاء الله راوين وبنين ان شاء الله يوصلوا لباس كلهم كيفاش من بعد لازم يقعدوا يبردوا بالقدا لازمهم توا باش نخليهم يبردوا بالقدا بالقدا من بعد انا عندي الباكويت الخفيفه هما ريتوهم البنات عندي ديمونسيون هيفي والديمونسيون هيفي اكبر باش حطيت في وسطها الالومنيوم ان شاء الله باش نعمل واحده للباركيت وواحده للملاوي زيد باش نغلفها بالالومنيوم تبدا بارده بالقدا بالقدا من غير واحد خير جوست باش نحطهم في وسط باش يقعدوا شي يتلاقوا هكاك وحدهم نلفهم بالقدا بالالومنيوم نحطهم في وسط الخفيف فوالا هذيك هو البنات ان شاء الله تكون عجبتكم معناها الفكره عاد مزيان خلي عاد ما توقفش الفيديو لهنا لا مش باش نوقف الفيديو معناها جوست باش نقف بهم في فكره الملاوي احنا ذاكش عندنا باش نطيبوا الملاوي والبطاطي فوالا نبعثوا حاجه اخرى باش نشيلوا القلوب ان شاء الله ان شاء الله هاكا انتوما باش كي تبداو هاكا ولادكم شاهين ولا عندكم شكون هاكا باش تبعثوا معاه قضيه ولا حتى بالبوستة ولا بالترونسبورتور راهم يوصلوا سلامات فوالا قدرت الله بالترونسبورتور ما شاء الله ان شاء الله بعثوا لي انا بعثت لعسي تسبوك وعاد مزين الاصحاب بعد ما شاء الله يلا البنات نخليكم هاي طبعا مز اشنو مزال باش نحط البخور والفحم والبخاره والما بخره ما بخره والنحاس نحطوا النحاس اي 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 نحط له النحاس ولا اله الا الله محمد رسول الله والقضيه اللي باش يكمل يجيبهم ونحطوا في ساشي لي د لافيك ما لازمناش نحطوا اكثر ليه ليه الماكلة يعدي وهرا بسم الله ما شاء الله قل والله أحد يعطيك الصحة إن شاء الله ديما عامرة في الخير آمين يا رب شو يكلم صحة البلاد آمين يا رب بريزا سيشي اي اي سيشي و كاكو فرماج فيون داشيلي اسمع كان الفيون سيشي ماهيش حاجه مضمونه خذ له البابيروني لا لا ها نصور حاجه باهي ما عندكش ما تكبرش برشا يا باب شي نجم يهز حاجه جديده قولها راهو باش تمشي لفرنسا يا مدام قولها نار ما توصل له ولا ليه تحب نبعثها له تو نقول له واش اللي نالك؟ تسني تحطي البابي الو البابي هذايا ومن بعد ما تحطوش تحطش على ايه تفكر هكا فوالا بعد لك هذا الالي زيد ملاوي
حط زي ما حط البابيي كويسون زعما الطماطم لا حط بالعرض سكت نهار هو مش حطوه تو قولها حطها في الفريجيدير هذه هذه بالزيت دمرها وقولها حطها في الفريجيدير كلها لازم تتحط في الفريجيدير اما شوف هي عندها بلاصه شوف لي مشكلة هوا زي لا مش تتكسر لي اللوحة في الزحشين هذايا عربي تنحط لي إذا عربي لي عشان هيك يتسكر وهذا يتسكر يتسكر بالمرتين زيد معاهم لو هذه لا لا مش تغفص زيد خليها وحدها هذه وحدها وهذه وحدها لا لا كان اثنين بعد زرب هذا والحمد لله هنيا القضية وصلت لمحمد كما بعثناها الحمد لله وصلت حاجة بركة تم بعد نوريها لكم يمكن في الفيديو الجاي خاطر طويل برشا الفيديو لهنا إن شاء الله في الفيديو الجاي نوريكم كي حل هو القضيات الكل نوريكم كيفاش وصلوا له لباس الحمد لله ونوريكم كيفاش معناها تستحفظوا على القضيات متاعكم باش تقعد لكم فرشكة ومدة أطول